السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طنجيه نزولا عند الرغبه ديال بزاف ديال الناس اللي قالوا لي بغيتك تشاركي معنا الطنجيه المراكشيه. اليوم ان شاء الله هنشارك معكم الطريقه ديالها، ولكن انا غادي نديرها في طنجره، ما غاديش نديرها في طنجيه، حيت هنا ما عندناش، هنا بالنسبه هنا لسلا الناس ما تيعرفوش يطيبوا الطنجيه الطريقه ديالها كيفاش تطيب. وهنا عندي انا كوموند ديال 8 كيلو ديال اللحم، غادي نشاركها معكم ان شاء الله. هنا بالنسبه اشنو تيكون عندنا في الطنجيه، هنا عندنا اللحم من الاحسن نديرو اللحم ديال الملج، ولكن اي لحم ماشي مهم. هنا عندي انا الناس اللي باغيينها باغيين الغلمي، هي تتدار الاغلبيه بالبقري. المهم هنا عندي انا الغلمي، عندي الحامض مرقد، عندي الكمون، عندي الثومه، هاد الثومه هادي منقيه، عندي هنا الزعفران الحر اللي هذا حكيته وسخنته وحكيته بيديا، عندي السمن الحار. انا هاد السمن ما مالحش بزاف، يعني الناس اللي عندهم السمن مالح ما غاديش يديروا الملحه كاع، انا غادي ندير واحد شويه الملحه. هنا عندي الملحه، وعندي ثومه هكا عندي ثومه كمامس، ثومه صاينه اللي تنشلتوها تنقيوها من هنا مزيان، هذه غادي نحطها هكاك. وعندي هنايا الزيت البلديه، كل 4 كيلو غادي ندير فيها كاس ديال الزيت البلديه. هنا غادي ندير اللحم، نجيب الطنجره غادي ندير فيها اللحم ديالي، غادي ندير على اللحم، غادي ندير عليها واحد نص حامضه مرقده. الحامض مرقد هنا تحيدوا ليه الزريعه العلف ديالو، انا راه حيدته، بقاو هنايا شي وحدين ما شفتهمش. كل 4 كيلو غادي ندير فيها نص، غادي ندير الكمون، تقريبا واحد المعلقه كبيره هكاك، غادي ندير الدروس ديال الثومه بحال هكا واحد 5 ولا 4 ديال الدروس، حيت باقي غادي نديرو الثومه الاخرى، الثومه صاينه. غادي ندير السمن، واحد المعلقه كبيره ديال السمن، غادي ندير شويه ديال الملحه كي قلت لكم، حيت انا السمن ما عنديش مالح بزاف، داكشي علاش ما هو راه اللي عنده السمن مالح بزاف ما يديرش الملحه حتى يشوف، انا درت غير واحد شويه. غادي ندير واحد الكاس ديال الزيت البلديه، وغادي ندير واحد شويه ديال الزعفران الحر، وشويه غادي نخليه حتى يقرب يطيب. بالنسبه لهاد الثومه هادي انا ما تنديرهاش حتى تيطيب نص طيبه، عاد غادي نديرها. هنا بالنسبه للماء، الماء غادي ندير جوج كيسان، وغادي نديروها نتوما نديروه هنا في الجنب، جوج كيسان ديال الماء، وغادي نقصوا عليها طيب على عافيه مهيله. ندوزو دابا باش نصبوا الطنجره الثانيه. هنا بالنسبه للطنجره الثانيه حتى هي نفس كي درنا الطنجره الاولى، تنديروا كي قلت لكم الحامض مرقد، نص حامضه اللي درت، غادي ندير واحد شويه الملحه، غادي ندير واحد الكاس ديال الزيت البلديه. هنا واحد 5 ولا 6 ديال الدريسات ديال الثومه،
واحد المعلقة كبيرة ديال السمن، شوية ديال الزعفران الحر، والاخر كي قلت لكم انا غادي نخليه حتى الاخر، والكمون واحد المعلقة كبيرة، وغادي نديرو الماء واحد جوج كيسان الماء، الماء بارد، جوج كيسان ديال الماء بارد. وهاد الثومه هادي راه غادي نخليها كي قلت لكم حتى يطيب تقريبا ديك نص طيبه، غادي ندير كل طنجره ندير فيها ثلاثه ديال هكا ديال الريوس كبارين ديال الثومه. صافي دابا غادي نردو على عافيه تكون مهيله، ولا نردو على الفاخر. انا دابا غادي نردو شويه غير يغلى وغادي نديرو على الفاخر ان شاء الله. صافي هنايا هي الطنجره ديالنا بعد ما طابت اللحم، هانتوما شوفوا تقريبا طابت، بقات خاصها غير شويه. دابا غادي نزيد عليها الثومه، وغادي نزيد شويه ديال الزعفران الحر. هذاك الزعفران اللي وريتكم غادي نفرقوه على جوج هكا فوق اللحم باش يجي فيه ديك البنه ديال اللحم. صافي دابا غادي نغطي الطنجره ديالنا ونخليها حتى تكمل في الطياب وتولي المرقه خاطره. والطنجره الثانيه حتى هي نفس الشكل غادي ندير لها ان شاء الله، حتى هي غادي نزيد لها دوك ثلاثه ديال الريوس ديال الثومه وداك الزعفران الحر اللي بقى ان شاء الله، ونخليها حتى تولي لنا المرقه حتى هي هكا المرقه ثقيله وتتكون فيها المرقه غير قليله. ايوا هذا هو الشكل ديال الطنجيات اللي حضرت معكم اليوم. هانتوما الطنجيه الاولى، المريقه كي تتبقى مريقه اللي ثقيله وتتكون مريقه غير قليله، ما تكثروش كي قلت لكم فيها المرقه. وهنا عندنا هنا الطنجيه الثانيه ها هي، وديك الثومه على الطريقه كيفاش قلت لكم ما ديروهاش من المره الاولى حتى تيقرب اللحم يطيب، عاد باش نديرو الثومه باش تبقى لينا هكا صحيحه. المهم هذا هو الشكل ديال الطنجيات اللي حضرت معكم اليوم، تنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم. واللي بغى يجربهم في الكوكوط راه نفس الطريقه، حيت انا كانت عندي كميه كثيره في اللحم، نفس الطريقه ديال الكوكوط ولا نفس الطريقه ديال الطنجيه ديال الطين. تنتمنى ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، والسلام عليكم.